ويقول بكل إيه طبعاً براءة، وهكذا أنا فلست بارعاً، يقول أنا مش بارع، أنا كلست إيه؟ أنا لست كالرجال البارعين مثل توماس هاكسلي. هاكسلي تلميذه، صديقه وتلميذه، من كثرة ما كان متحمساً له هاكسلي هذا سموه البلدوغ تبع إيه داروين، كلب داروين، هكذا كان لقبه في إنجلترا، كلب داروين، يلازمه كالظل ومتحمس للنظرية والأصل الأنواع ودافع عنه باستماتة، ومع ذلك يقول إيش داروين؟ هذا رجل بارع، أنا مش زيه. هاكسلي هذا ذكي جدا جدا، لماح فطن عبقري، بفهمه يطير، انا مش زيك، انا بطيء اخذ وقتي، انا لابد ان اخذ ايه وقتي.